كان حضرتك زرعت فيهم حاجات وقيم وامور كانت هي فعلا نص المكسب. قوي قوي الحمد لله ورب العالمين. هم برضو عندهم استعداد, يعني احنا عندنا ناس ابطال زي دول وعندهم العزيمه وعندهم الايمان بقيمه مصر. طبعا الحقيقه طبعا انا كنت بقول قبل ما اخش على الهوا هنا عند حضرتك, احنا في بطوله من البطولات اللي خدنا بطولتها البطوله الافريقيه سنه 2000 واحنا مغلوبين من الجزائر كتير, ما عملناش حاجه خالص بين الشوطين الا ان انا واقف وراهم وعمال اقول مصر, ما فيش اي حاجه خالص, عمال اقول لهم مصر مصر مصر. كانت النتيجه ان احنا كنا مغلوبين 17 بونت طلعنا كسبانين 18 بونت, 35 بونت من الجزائر في الجزائر وخدنا البطوله. شفت بقى لما اقول اتعلم منكم هم عندهم مصر دي حاجه طبعاً. وطبعا عندنا كلنا طبعا مصر طبعا الحمد لله. ده الانجاز يا كابتن هيثم, احنا عندنا خدنا طبعا زي ما احسن لعيب في افريقيا طبعا, احمد خدنا احسن لعيب ارتكاز محمد فرج قوي, فعندنا عناصر جميله, عندنا ناس المحاربين القدماء, عندنا ناس عارفين يعني ايه عسكريه انضباط. في الحقيقه دول بيسلموا دول اللعيبه اللي عندي هي عندهم استعداد. يعني انا بقول لهم وانا ده دايما ده طبعي وشعاري ان الالتزام الالتزام الالتزام. فالحمد لله كانوا عند حسن الظن وكانت على فكره كانت احسن امنيه ليهم ايه الامنيه نقابل فخامه رئيس الجمهوريه نعم نعم وقناه النادي الاهلي. احنا تحت امرك يا كابتن والله 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 سمعتها منهم ده بعد